بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، السيدات والسادة، اسمح لي فخامة الرئيس ان انا ارحب بيك اهلا وسهلا وبالوفد المرافق ليك في زيارتك لبلدك التاني مصر، واسمح لي ان انا باسمي وباسم كل المصريين تتقدم لفخامتك بالتهنئة بمناسبة تولي قيادة الجزائر وثقة الشعب الجزائري في فخامتك لولاية تانية، وأتمنى كل التوفيق لفخامتك وللشعب الجزائري. واسمح لي فخامة الرئيس إن احنا بمناسبة يعني الاحتفال بالذكرى 70 للثورة الجزائرية، أيضا إن أنا أهني فخامتك والشعب الجزائري بهذه المناسبة العظيمة اللي كانت بالنسبة لنا في مصر وللمصريين محل إعجاب وتقدير واحترام شديد للشعب الجزائري وتضحياته ونضاله من أجل التحرر، وقدم أكتر من 1,000,000 شهيد. فكل سنة والجزائر بخير، ونتمنى لكم كل التوفيق. اسمحوا لي ان انا خلال مباحثاتي مع فخامة الرئيس تناولنا سبل تطوير العلاقات والتعاون في كافة المجالات على افاق ارحب من المستوى اللي موجودين احنا فيه دلوقتي. واسمحوا لي ايضا اقول لكم ان اللجنة المشتركة التاسعة ان شاء الله تنعقد في القاهرة قريبا عشان تبذل يعني تضع موضوعات اكثر للتعاون بين البلدين، لأن حجم التفاهم والتوافق مع الجزائر لتطوير العلاقات يعني منذ أول زيارة الحقيقة ومنذ أول لقاء مع فخامة الرئيس كان واضح وقوي. إحنا فرص التعاون بين البلدين فرص كبيرة، وسواء كان في الاستثمار أو في المشروعات المشتركة اللي ممكن نعملها، وده اللي كان بنتكلم فيه مع فخامة الرئيس ومع أعضاء الوفدين المصري والجزائري. واسمحوا لي أقول لكم إن الشركات المصرية الحقيقة يعني، وأنا هنا بسجل باحترام شديد وبتقدير شديد المعاملة الكريمة اللي بتتلقاها الشركات المصرية العاملة بالاستثمار في الجزائر أو بتقوم بمشروعات في الجزائر. وهنا بقول إن إحنا لدينا في مصر أكثر من 5,000 شركة تستطيع أن تعمل في كافة المجالات، في أي موضوعات أو أي مشروعات خاصة بالبنية الأساسية، بنتكلم على طاقة، بنتكلم على محطات كهرباء، بنتكلم على محطات مياه، بنتكلم على أنفاق، بنتكلم على طرق وكباري، بنتكلم على مشروعات إسكان، أي مشروعات إحنا بقالنا عندنا دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى حجم ضخم من الشركات قادر على أنه هو يعني لو يتبادل الخبرة مع أشقائنا في الجزائر ويقوم بمشروعات لو كان هذا الأمر يعني هو طبعا مرحب بيه، لكن أنا بسجله دلوقتي قدامكم أثناء المؤتمر يعني. وأيضا فرص الاستثمار المتبادل، سواء كان الاستثمار في المشروعات الاستثمارية في الجزائر أو برضو أن يبقى في مستثمرين للعمل في مصر، احنا بنرحب ونقوم بتقديم كافة التسهيلات التي تحقق ذلك. الحقيقة أيضا خلال مباحثاتنا تحدثنا عن الأوضاع في المنطقة وقد إيه المخاطر الشديدة اللي موجودة واللي بتتعرض لها المنطقة، بدءا من الحرب في غزة وتطورات الأوضاع والحرب في لبنان، ثم الأوضاع في ليبيا والسودان، والتوافق تام على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة، استعادة الاستقرار في المنطقة بشكل بعيد عن التدخل في شؤون الدول أو محاولة التآمر أو محاولة إسكاء الفتن بين الدول بعضها البعض. فيما يخص غزة تحديدا، لأن هي موضوع في إجماع عربي عليه، على أن أهمية إيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين، ده أمر احنا كلنا حريصين عليه منذ
من أول اقتتال في 7 أكتوبر السنة اللي فاتت. وإحنا في مصر بنبذل جهد كبير في هذا الإطار عشان حتى حجم المعاناة اللي بيتعرض لها أشقائنا في القطاع ضخم جدا، ونقدر نقول إن القطاع يعني تحت الحصار بقاله ما يقرب من 4 شهور دلوقتي. وبالتالي إحنا كل الجهد اللي بنبذله مع كل الشركاء والأشقاء محاولة لإيقاف إطلاق النار زي ما قلت وإدخال المساعدات. مصر خلال يعني الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة 2 يوم، يتم التبادل يعني 4 رهائن مع الأسرى بعض الأسرى اللي موجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع ويبقى وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات اللي احنا بنقول إن أشقائنا في القطاع بيتعرضوا لحصار صعب جدا وتصل إلى حد المجاعة، وأهم مهم جدا إن احنا تدخل المساعدات في أسرع وقت ممكن. بنأكد مرة تانية في يخص قطاع غزة إن احنا ضد أي محاولة لتهجير قسري من القطاع لخارج القطاع، لأن ده أمر يعني مش في صالح القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت احنا بنقوم بدور لإيقاف إطلاق النار والحفاظ على القطاع حتى رغم التدمير الكبير اللي القطاع بيتعرض له. فيما يخص الأزمة اللبنانية برضو التوافق موجود مع فخامة الرئيس ومع أشقائنا في الجزائر على أهمية عدم امتداد أو أن الصراع يمتد خارج المنطقة ومحاولة حصار الأزمة اللي موجودة في لبنان وإيقاف إطلاق النار والوصول إلى حالة من الاستقرار للأوضاع المضطربة جدا في منطقتنا، وحتى لا تخرج الأمور عن يعني تعرض الإقليم لحرب أوسع وتنزلق الأمور لمخاطر أكبر من اللي احنا بنشوفها دلوقتي. فيما يخص الأوضاع في السودان نحن طبعا متوافقين على أهمية إيقاف إطلاق النار والوصول إلى حكومة في السودان تؤدي إلى انتخابات وتبقى الأمور مستقرة، وإحنا لا نتدخل. أنا بتكلم وده في توافق بين مصر وبين يعني الشقيقة الجزائر مع فخامة الرئيس على عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة تهدئة الأمور ما أمكن. نفس الموقف في ليبيا، بنقول إن يعني إن حكومة ليبية تبقى مسؤولة عن إجراء انتخابات وتجيب قيادة شرعية تبقى هي مسؤولة عن الدولة الليبية، هيكون محل دعمنا واستعدادنا للتعاون من أجل وحدة ليبيا واستقرارها، وده أمر ثابت من ثوابتنا إن احنا بنتكلم على وحدة الأرض الليبية، بنتكلم على الحل ليبي وعدم التدخل في الشؤون الليبية. أنا حبيت إن أنا يعني أطمنكم على إن المباحثات اللي بيني وبين فخامة الرئيس وعلى مستوى الوفدين كانت مباحثات إيجابية جدا، والحقيقة بتفتح آفاق للتعاون بين البلدين، وإحنا في مصر فخامة الرئيس سعداء بالعلاقة مع فخامتكم ومع الجزائر، ومستعدين دايما لمزيد من العمل المشترك والبناء من أجل مصالح الشعبين المصري والجزائري. واسمح لي أقول لك أهلا وسهلا بيك مرة تانية وبالوفد المرافق ليك، وكل سنة وانتم طيبين، وسعداء بوجودك معنا في مصر، وتحياتي وتحيات الشعب المصري لفخامتك، وتفضل فخامة الرئيس. شكرا فخامة الرئيس وأخي العزيز. أولا شكر باسمي وباسم الوفد المرافق على حفاوة الاستقبال والحرارة الأخوية اللي شعرنا بها منذ أن وطأنا أرض الكنانة، وفيما يخص تهانيك للذكرى 70 لاندلاع الثورة الجزائرية المباركة، بالطبع لا نستطيع أن نذكر الثورة الجزائرية بدون أن نذكر المساندة التي وجدناها آنذاك
في الشقيقة مصر أيام ما كانت مصر حاملة شعلة قومية وطنية عربية ودولة مساعدة لكل الشعوب الذين كانوا يسعوا للانعتاق من الاستعمار بصفة أو لأخرى. شكر لك التهاني وشكر للشعب المصري التهاني. بالنسبة للقاء نتاعنا، أنا جيت لمصر الشقيقة في زيارة أخوية أولا، ودية وتنسيقية تشاورية مع أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنعمق التشاور تاعنا في عدة نقاط لتهم الأمة العربية بصفة عامة، تهم المنطقة بالطبع، وتهم العلاقات الثنائية بيننا وبين شقيقة مصر. ربما أبدأ بالعلاقات بين الدولتين، أعتقد أنها على أحسن ما يرام، ما فيش فيه تفاهم تام، فيه رغبة في العمل مع بعض هنا وهناك باستثمارات جديدة. اليوم مصر بالتقريب في المنطقة العربية كلها هي أول دولة بالنسبة للاستيراد للجزائر مواد مصرية، حيث وصلنا إلى ما يقارب المليار دولار يجي من مصر الشقيقة، ونطمح في أكثر، نطمح في ما أكثر. فيما يخص الاستثمار الحالي للشقيقة مصر في ميدان الطاقة فهو ماشي على كل حال، نزيد ندعموه بالنسبة للتنقيب، بالنسبة للتنقيب سواء على الغاز في المناطق الجنوبية ولا حتى في المناطق أوفشور بحرية. بالنسبة للشركات المصرية اللي معروفة بقدرتها على الإنجاز، كان فيه شركات مصرية شاركوا معنا في بناء عمارات ومشاريع أخرى، مقاولون العرب بالأخص. الجزائر مفتوحة على كل حال، مرحبا، مرحبا بالشركات. أنا أعطيت إشارة الخضراء للسيد وزير الإسكان أنه يتعامل مع الأشقاء في كل المناسبات، حتى في الهندسة المعمارية، حتى في كل ما يتعلق بالهندسة المعمارية والبناء وبناء المدن الجديدة بالأخص. ومصر عندها تجربة تتحدث على نفسها بنفسها في هذا الميدان هذا، إذن نستفاد من تجارب بعضنا بعض. أقول أن اليوم الاستثمار على الأشقاء في مصريين في الجزائر استقر وصبح عادي، يعني مقبول من الطرفين، ما فيش أمور خارجة على هم في بلدهم، مرحبا بهم ومرحبا بكل من شقيق يحب يستثمر في بلده الثاني الجزائر. إذن بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية، نتمنى فقط أن في بداية 2025 السنة المقبلة إن شاء الله تجتمع اللجنة العليا وتدرس إمكانيات انطلاق كذلك في خماسي جديد تاع علاقات واستثمار وتبادل كل المستويات. تبادل ثقافي ماشي، فيش علاقتنا مع مصر يعرفها الخاص والعام أنها علاقات وطيدة، أنها علاقات أخوية قوية بنيت على أسس قوية جدا في نضالنا المشترك منذ أكثر من 70 سنة. شاركنا مع بعض في الدفاع على مقومات الأمة العربية، وأغتنم هذه الفرصة نتاع لذكرى 70 لاندلاع الثورة الجزائرية المجيدة، لأشكر مرة أخرى أخي السيسي ومن خلاله كل الشعب المصري وكل من ساهم آنذاك في مساعدة على انطلاق الثورة تاعنا. بالنسبة
نبدأ بغزة ربما، لأن مصر الشقيقة هي أقرب جغرافيا إلى غزة، وتعاني ربما أكثر من باقي الأمم العربية في لما يجري في غزة. قلوبنا مع الغزاويين بالطبع، يعني نتألم على الإبادة اليومية المستمرة في غزة، نتألم على المجاعة المختلقة اللي خلقوها خلقها المستعمر الإسرائيلي في غزة. ندرة في المياه، ندرة في الأدوية، المستشفيات مغلوقة، ندرة في الأكل، يعني إبادة بكاملة الأركان. الشعب نحيي بهذه المناسبة الشعب الفلسطيني أخ على صموده وتحمله ما لا يتحمله إلا القليل من البشر للبقاء في أراضيه، ولم يقبل أن يهجر من جديد من أراضيه. إن شاء الله الفرج قريب. مع أشقائنا في مصر نحاول كيفاش ننقذ الموقف، مع المبادرة نتاع أخي فخامة الرئيس السيسي لهدنة تسمح لإدخال كل ما يحتاجوه الغزاويين إلى غزة في انتظار حل نهائي. إلى والحل النهائي ما يكون إلا بالطبع يعني بتسيير فلسطينيين لأراضيهم بإشراف ربما دول صديقة وشقيقة مثل مصر وإلا، ولكن إدخال عنصر جديد على غزة لتسيير غزة ما بعد شيء رصائل اليوم. احنا شخصيا احنا كدولة جزائرية، واعتقد ان تكلمنا مع اخي نفس الشيء اللي تشوفه مصر كذلك، ان فلسطين يسيروها الفلسطينيين بمساعدة اخيهم الكبير مصر، مساعدة الجزائر كذلك عن قريب ان شاء الله. الجزائر تعمل كل ما في وسعها في مجلس الامن لمحاولة الوصول الى حل، او بالاقل الى توقيف الإبادة صريحة لله. فلسطين موقفنا لم يتغير ولن يتغير. الحل الجذري هو دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. بالنسبة للشيء اللي صار اللي يجري في الجوار، أنا متفق مع كل ما جاء به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن كنا تناقشنا وتكلمنا في المواضيع هذه كلها. ربما نبدأ بالجار اللي نشاركه احنا ومصر في الحدود تاعو، ليبيا الشقيقة. ليبيا الشقيقة الموقف تاعنا لن يتغير، أن الحل ما يكون إلا ليبي، والحل جدري هو في الانتخابات. الشرعية تاع الانتخابات هي اللي تخلي من يستفاد من الشرعية من التصويت تاع الشعب الليبي هو اللي قادر يسير ليبيا إلى إن شاء الله. ما بالنسبة للسودان، تأسف كثير على ما يجري بين الأشقاء. أمور هذه صعبة جدا، لا في الدين تاعنا ولا في الأخلاق تاعنا ولا في احنا ومصر دولتين لن تتدخل أبدا في بين الأشقاء إلا للصلح. ما نغدي لا طرف ولا آخر، لأن الفتنة صعبة، الفتنة أشد من القتل، والناس الذين يفتنون حسابهم عند الله فيما يخص السودان. فيما يخص الأمور الأخرى اللي تتعلق باستراتيجية
عامة تاع المنطقة وغير المنطقة. احنا ما ناش أغبياء، احنا عارفين ماذا يجري في المنطقة وما هي الرغبات نتاع البعض، ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. إن شاء الله تجري الرياح بما تشتهي سفنهم إن شاء الله. إذن ربما باختصار شديد شاكر مرة أخرى أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الشعب المصري الكريم الشقيق الحفاوة، ومتوعدين مع بعض على تنسيق دائم، ونتشاور في كل ما يهم أمور الأمة العربية وبالأخص فيما يخص الدولتين. أشكر لك مرة أخرى فخامة الرئيس، شكرا. أهلا بكم مشاهدينا، تابعنا مع حضراتكم وقاء المؤتمر الصحفي الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إطار زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر. في مستهل المؤتمر تقدم الرئيس السيسي للرئيس تبون بتهنئة بمناسبة ثقة الشعب الجزائري وفوزه بولاية رئاسية جديدة. أيضا هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى الثورة الجزائرية، وكانت هناك تصريحات هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي متعلقة بمباحثات الرئيسين، حيث قال الرئيس إنه تناول سبل تطوير العلاقات بين مصر والجزائر وانعقاد اللجنة المشتركة بالقاهرة قريبا لبحث دعم هذه العلاقات، مؤكدا أن فرص التعاون بين مصر والجزائر كبيرة، وذلك من خلال الاستثمار والمشروعات المشتركة. كما تحدث الرئيس عن وجود أكثر من 5000 شركة مصرية تستطيع العمل خارج البلاد في مختلف المجالات مثل مجالات الطاقة والبنى التحتية وغيرها من المجالات كافة التي يمكن دعمها في تطوير العلاقات الاستثمارية اقتصاديا بين مصر والجزائر. فيما يتعلق بالشؤون الإقليمية، تحدث الرئيس عن أن مباحثاته مع الرئيس الجزائري تناولت الأوضاع بالمنطقة والمخاطر الشديدة بالشرق الأوسط، وتحدث عن التوافق التام بين مصر والجزائر على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة ودخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأيضا التوافق على ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. أيضا الرئيس تحدث عن قيام مصر بجهود مكثفة خلال اليومين الماضيين لإطلاق مبادرة لوقف إطلاق النار. المباحثات المصرية الجزائرية أيضا شهدت توافقا مصريا جزائريا، كما أعلن الرئيس السيسي حول أهمية حصار الأزمة في لبنان وإنهائها بشكل سلمي. كما أيضا تحدث الرئيس عن التوافق مع الرئيس الجزائري حول أهمية وقف إطلاق النار بالسودان، وكذلك التوافق المصري الجزائري حول أهمية عدم التدخل في الشأن السوداني، كذلك الأمر في ليبيا. مصر أكدت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي توافق مصر والجزائر على دعم إجراء انتخابات في ليبيا والتوصل إلى تسوية سياسية، وأهمية التوصل أيضا إلى حل ليبي للأزمة، بما أن مصر حريصة على استقرار الدول ودعم سيادتها. للمتابعة معي مشاهدينا عبر الهاتف سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير بعد التحية، مواقف مصرية جزائرية متوافقة
بشأن الأوضاع في المنطقة، كيف ترى هذا التوافق وتأثيره على الصراع سواء في غزة أو الحرب الجارية طبعا في لبنان، والإبادة التي توافق الزعيمان على أنها شبه كاملة في غزة الآن؟ يعني في الحقيقة موقف مصر والجزائر منذ بداية الأزمة في قطاع غزة بيطالب بوقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية ووقف انتهاك إسرائيل لكل القوانين وبالذات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. موقفهم بيطالب أيضا بضرورة رفع الحصار وإدخال المساعدات وفتح الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية، لأن في الحقيقة إسرائيل لن تعيش في سلام بدون حل القضية الفلسطينية، ورأينا اليوم ما حدث في إسرائيل، وده نتيجة لأنها بتبث العنف والكراهية في نفوس شباب الفلسطينيين وغيرهم من شباب العالم. أيضا بالنسبة لمصر والجزائر هناك قضايا عديدة ترى الدولتين أنهما مهمتان بالنسبة ل يعني تحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي. لأن الأزمات بتتصاعد، هناك تصاعد في الأزمة الليبية وأيضا بالأزمة في السودان ولبنان. لبنان دولة يعني لا ذنب لها ولكنها دخلت في الصراع وتعاني الآن من مشاكل عديدة وتحتاج إلى مساعدات إنسانية أيضا. يعني كان الأول مشكلة قطاع غزة، الآن أصبحت أيضا مشكلة لبنان. فضروري من العمل مع الدول الأخرى والأطراف الفاعلة من أجل وقف إطلاق النار ورفع الحصار وإدخال المساعدات. هناك قضية مشتركة بين مصر وليبيا بين مصر والجزائر عفوا، وهي الأزمة الليبية، لأن كلا البلدين لهما حدود مع ليبيا، وبالتالي ما يحدث في ليبيا يؤثر على الأمن القومي لكل من مصر والجزائر. وزي ما صرح الرئيسان ضرورة أن يكون الحل حلا ليبيا، وده يكون عن طريق جمع الفرقاء الليبيين والتوصل إلى اتفاق فيما بينهم للدفع نحو إجراء الانتخابات والخروج من هذه الحلقة المفرغة التي تدور فيها ليبيا. وليبيا بلد عندها إمكانيات كبيرة لإعادة الإعمار ولأن تكون دولة يعني في مستوى معيشي مقبول بدلا من الصراع وإضاعة الأموال على السلاح. صحيح سيادة السفير، في هذا الشأن يعني الرئيس عندما تحدث عن ليبيا يعني مصر الحقيقة حريصة على عدم المساس بسيادة الدول، ويعني هذا نهج للسياسة الخارجية المصرية، لكن بما أن ليبيا هي حالة يعني تمس مصر والجزائر بشكل مباشر لارتباط حدودهما بها، في رأيك تركيز الرئيس السيسي على أهمية أن يكون الحل الليبي ليبي وأن يتم إجراء انتخابات ليبية حرة، أهمية إطارة هذه النقطة تحديدا لأن دخول أطراف خارجية على طريق الصراع في ليبيا هو يزيد أيضا من حدة الموقف وتأثيره على الشعب الليبي؟ بالتأكيد، لأن أصل ليبيا كما أشرت دولة غنية بالذات بالبترول والغاز، وهناك إمكانيات استثمارية كبيرة جدا في ليبيا. فبالتالي بنجد أن هناك تدخل من دول أوروبية سواء إيطاليا أو ألمانيا أو فرنسا، إلى جانب تدخل أمريكي، إلى جانب تركيا، في وجود روسي، عدة أطراف موجودة. يعني فهنا الحل يكون عن طريق جمع الفرقاء، وهم خمس قيادات موجودة في ليبيا، ممكن أن يعقد اجتماع فيما بينهم ويتم بالتوافق التوصل إلى حل. هذا هو المقصود بحل ليبي ليبي، لأن الحل إذا هم توصلوا إلى حل وموعد محدد وفعلي لإجراء الانتخابات وشروط إجراء الانتخابات، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لن يستطيع أحد أن يمنعهم. لكن المشكلة أن الفرقاء الداخليين بإعاز من الخارج، كل واحد متمسك بموقفه وبما لديه من مكاسب، وده غير صالح طبعا الشعب الليبي. أيضا الأزمة السودانية، صحيح الأزمة السودانية اللي بيتصارعوا إخوة سودانيين، سواء اختلفنا مع طرف أو آخر لكنهم في النهاية إخوة سودانيين، بيهددوا بلدهم بالانقسام وإضاعة الموارد وتجويع الشعب السوداني، وهي المفروض تبقى مزرعة العالم العربي للمواد الغذائية. فأيضا لابد من حل سوداني سوداني، أن يتفق الطرفان المتصارعان
ويتوصل إلى حل لإنهاء هذه الأزمة وهذه المأساة التي أدت إلى حوالي أكثر من 8 مليون سوداني ما بين لاجئ ونازح. نعم، هذا يعني غير المأساة التي يعيشها السودانيون في الداخل. طيب، وجود أكثر من ملف إقليمي يشهد توافقا مصريا جزائريا، إلى أي مدى يسهم ذلك في تكوين رأي عام عربي موحد يصل ويعني يقوي الرأي العام العالمي، ليس على المستوى الشعبي طبعا ولكن على المستوى السياسي؟ يعني على المستوى السياسي الرسمي، يعني سبق أن طرحت الجزائر في آخر قمة عربية عقدت عندها لم الشمل العربي. نعم. يعني نقدر نقول وحدة الصف، يعني لا داعي أن احنا نكون لدينا أمل كبير ونقول وحدة الهدف، لكن نقول وحدة الصف على الأقل الدول العربية يكون لديها تنسيق في المواقف بالنسبة للأزمات الموجودة لدينا في العالم العربي، الأزمة اليمنية، الأزمة السورية، الأزمة السودانية، الأزمة الليبية، الوضع المأساوي في كل من غزة والعراق وفي الضفة الغربية، ضياع حقوق الشعب الفلسطيني. فكل هذا إذا كان في وحدة صف عربي فالعالم العربي يستطيع بما لديه من إمكانيات. نحن كعالم عربي لدينا إمكانيات ضخمة جدا والعالم كله يسعى إليها. إذا تم توحيد الصف العربي واستخدمت هذه الأدوات تستطيع أنها تكون وسيلة ضغط على القوى المؤيدة لإسرائيل. نعم. لتمنعها من أن تكون دولة مارقة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة دي من ناحية. من ناحية أخرى الحل الأزمات، يعني حل الأزمات العربية سيفرج عن العالم العربي الحبيس داخل هذه الأزمات منذ أكثر من 14 سنة. فبالتالي احنا محتاجين إلى بدلا من إضاعة الموارد في شراء السلاح والصراع وتدمير المباني والمؤسسات والمنشآت الأساسية، ننفقها على التنمية وتنمية البشر لنكون يعني منطقة متقدمة بما لديها من إمكانيات تساعد على هذا التقدم. يعني هل ترى سيادة السفير أن الانشغال بالأزمات الداخلية عربيا هو عائق مهم أمام لم الشمل العربي، لأن التاريخ شاهد على أن لم الشمل كان وسيلة ضغط على كافة القضايا العربية، ولعل كانت رسالة الرئيس الجزائري خلال المؤتمر الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي استشهاده بمساندة مصر الشقيقة للثورة الجزائرية؟ ده بالتأكيد، يعني وقوف العالم العربي مع الثورة الجزائرية، وقوف العالم العربي مع مصر في حرب بعد حرب 67، وقوف العالم العربي مع مصر في حرب 73، وبالذات الجزائر بعد 67 قدمت لمصر، كان الرئيس هواري بومدين قدم لمصر مساعدات عسكرية مباشرة وذهب إلى موسكو ودفع ثمنها وطلب انها تصل فورا الى مصر في اقرب وقت ممكن. نعم. فهناك تعاون، يعني كما مصر وقفت الى جانب الثوره الجزائريه، الجزائر وقفت الى جانب مصر عمليا وليس بمجرد الدعم الكلامي او بدعم بسيط، انما كان دعما قويا. ايضا الدول العربيه الاخرى، الكويت والسعوديه وليبيا في ذلك الحين وقفوا عوضوا مصر عن اغلاق قناه السويس. فهنا دائما وحده الصف العربي بيكون لها فاعلية كبيرة جدا وبيكون لها احترام وتقدير من الدول الأخرى وبتحترم كلمتها. أما التفرق واختلاف المواقف فده بيدي لأطماع الآخرين في العالم العربي. هل هي اختلاف مواقف أم الانشغال بالداخل؟ الاثنين. يعني هناك دول منكبة على نفسها بمشاكلها. يعني لا نستطيع الآن أن نطالب من السودان أن يساهم في أي عمل عربي، ولا الصومال ولا ليبيا ولا لا. أتحدث عن بؤر الصراع بكل تأكيد، أتحدث عن الأزمات الاقتصادية وذلك تأثرا بما يحدث في العالم وبما يحدث في الشرق الأوسط تحديدا. يعني دائما هناك خلال هذه النوعية من الزيارات مناقشة الملفات الإقليمية ومناقشة الجوانب الاقتصادية، وكانت جانبا من هذا المؤتمر الوحدة الاقتصادية عربيا هي عامل مساهم في تحقيق هذه الوحدة التي نأملها؟ بالتأكيد، لأن العالم العربي فيه شقين، شق الدول الغنية بالموارد البشرية والخبرة والتكنولوجيا وشق الدول الغنية بالموارد المالية والطاقة. نعم. فإذا تكامل الشقان
وشق آخر لديه أراضي زراعية وممكن استثمارها. إذا تكاملت كل هذه العوامل الاقتصادية وفقا لتخطيط عام بحيث أن كل دولة تستثمر المزايا النسبية الموجودة فيها، ده هيؤدي إلى أن صورة العالم العربي هتختلف، ويبقى فعلا تحويل الجامعة العربية إلى منظمة فاعلة وليست مجرد هيكل من مباني وموظفين، وأيضا تحويل الأهداف الاقتصادية، لأن العالم النهاردة كله همه في عدة حاجات: أولا الاستثمارات، ثانيا تطوير التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والتجارة، التبادل التجاري والمنافسة، وأيضا بالنسبة للطاقة المتجددة. كل هذا موجود في العالم العربي. نحن في العالم العربي إذا كان متوفر فيه البترول والغاز الآن، ففيما يكفي لتغذية العالم بالطاقة النظيفة عن طريق الطاقة الشمسية على سبيل المثال، لأن المنطقة كلها شمس مشرقة 300 يوم في السنة، فهنا نستطيع أيضا في المستقبل تنمية هذه الطاقة. فده اللي محتاج إلى يعني أن يكون في الابتعاد عن الأهداف الذاتية لكل دولة، لأن الأهداف الكلية بتنعكس على الدول فرادة، وبتجعل هذه الدول بتستفيد أكثر بالتكامل الاقتصادي والتجاري فيما بينها. طيب إذا ما أخذنا يعني هذه الفكرة على مصر والجزائر، أشكال التكامل الاقتصادي التي تراها يعني قابلة للحدوث بين مصر والجزائر، بما أن الرئيس أعلن عن انعقاد اللجنة المشتركة في القريب؟ يعني هناك في الجزائر حاليا بتسعى إلى تنويع الاقتصاد، لأن مصر يعني بالرغم عندنا مشاكل اقتصادية لكن عندنا اقتصاد متنوع، مجالات إنتاج مختلفة، ما بنعتمدش على قطاع واحد، عندنا قطاعات عديدة، قطاعات زراعية، قطاعات صناعية، قطاعات إنتاجية مختلفة. ولذلك احنا كان من السهولة قبولنا في البريكس. الجزائر كانت مقدمة معنا، ولكن رأوا أن اقتصادها اقتصاد معتمد على محصول واحد وهو البترول والغاز بنسبة 95%. الرئيس الجزائري في حملته الانتخابية التي تمت منذ شهر كان بيدعو إلى تنويع الاقتصاد، وده مطلب من المعارضة ومن الأحزاب اللي دعمت الرئيس تبون في الحملة الانتخابية. تنويع الاقتصاد، تنويع الاقتصاد ممكن جدا دخول مصر باستثمارات مشتركة بمشروعات مشتركة في الجزائر. بالنسبة للجزائر لديها خبرة عريضة من الدول الأساسية المصدرة للغاز في أفريقيا، فممكن جدا التعاون مع مصر في هذا المجال، ونحن بنستورد منها الغاز لاستخدام بالذات للأنابيب وهذا من هذا القبيل يعني. فممكن التعاون في هذا المجال، أيضا بنستورد المازوت علشان تشغيل بعض محطات الكهرباء التقليدية اللي موجودة. فهناك في مجالات للتعاون، صناعات الأدوية، نحن مصر متقدمين جدا في صناعات الأدوية، صحيح حاليا بنواجه مشكلة في المادة الفعالة ولكنها مؤقتة، يعني مشكلة طارئة لن تستمر طويلا. فممكن التعاون مع الجزائر في إنشاء فروع لشركات الأدوية المصرية اللي بتبقى في الجزائر. فهناك مجالات عديدة في هذا القطاع، صحيح. والرئيس أيضا الاستثمارات المشتركة، نعم رئيس سيادة السفير أيضا تطرق إلى فكرة المعاملة الكريمة التي تتلقاها الشركات المصرية في الجزائر، وتحدث عن وجود أكثر من 5000 شركة في مصر في مجالات متعددة مثل مجالات الإسكان والطاقة ومحطات المياه والكهرباء، وهي يعني تعتبر أفكار وقطاعات متنوعة كما تفضلت لخلق مجالات للتعاون المصري الجزائري. احنا في مصر لدينا اكبر ثروه في تاريخ مصر طول عمرها منذ الفراعنه حتى الان، هي الثروه البشريه. يعني احنا عندنا في اكثر من 9 دول موجوده في حوض نهر النيل، ولكن مصر بثروتها البشريه قدرت تقيم هذه الحضاره، فلدينا الخبراء في كافه المجالات تستطيع، ولذلك الخبراء اللي بيعملوا في افريقيا او في الدول العربيه ومنها الجزائر بيكونوا على مستوى عالمي، بيكون لديهم المهندسين والخبراء والفنيين متدربين تدريب عالمي، بينافسوا الشركات الأخرى. بدليل أن مصر استطاعت أنها في المناقصة عن إنشاء سد جوليوس نيريري في تنزانيا أن هي حصلت على المناقصة وأنجزت السد، بيشيدوا به في تنزانيا في توقيتات أقل حتى من التوقيتات اللي هم متفق عليها. فهنا احنا لدينا أيضا شركات أخرى منها المقاولون العرب وعلام وشركات عديدة
منتشرة في أفريقيا وعليها طلب كبير جدا في البنية الأساسية، في المطارات، في إنشاء محطات كهرباء، في كل هذه الأشياء لدينا خبرة فيها نستطيع أن نستثمرها وتنطلق بها، وده بيبقى نوع من تصدير الخبرة لأن لها عائد، لأنها عائد بيزود الدخل القومي من العملات الأجنبية. نعم صحيح. طيب سؤال الأخير لك سيادة السفير، الرئيس تحدث عن أنها كانت مباحثات إيجابية وبناءة في طريق التعاون، لدينا المنتظر في توطيد العلاقات المصرية الجزائرية على كافة الأصعدة في الفترة القادمة؟ يعني المنتظر بقى التعاون التجاري، يعني زيادة التبادل التجاري. احنا لدينا منتجات كتيرة في سواء في الأدوات المنزلية بكل أنواعها، الملابس الجاهزة أيضا تقدم كبير جدا في هذا المجال، بعض الصناعات الكيماوية وبعض الصناعات الأخرى، مستلزمات الإنتاج الزراعي زي الأسمدة، عندنا أسمدة من أنواع يعني عليها طلب عالمي لأنها أسمدة جيدة جدا. فبالتالي زيادة التبادل التجاري، زيادة التعاون الثقافي والتكنولوجي والعلمي بيننا وبين الجزائر، هذه مجالات أيضا يعني منذ استقلال الجزائر ومصر كان لها دور كبير جدا، لأن الجزائر كان الفرنسيين يريدون أن يعني يحولوها إلى دولة لا تتحدث إلا الفرنسية واللغة العربية تبقى لغة من الدرجة الثانية. فهنا بعد الاستقلال كان هناك دور كبير جدا في التعاون الثقافي وما زال مستمرا هذا الدور إلى الآن. نعم أشكرك جزيلا سيادة السفير رخاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف. متواصلون معكم مشاهدينا في هذه التغطية الحية لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والمؤتمر الصحفي الذي جمع بين الرئيسين. خلاله أكد الرئيس الجزائري أن مصر لا تنسى أبدا مساندة الشقيقة مصر أثناء الثورة الجزائرية، وتحدث أيضا عن الملفات التي شهدت جانبا كبيرا من مباحثات الجانبين المصري والجزائري على رأسها الأوضاع بالطبع في غزة. وتحدث رئيس تبون عن الإبادة كاملة الأركان التي تجري الآن في غزة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية على الصعيد الاقتصادي. تحدث عن رغبة مصرية جزائرية جادة في تطوير التعاون الاقتصادي فيما يتعلق بالعديد من المجالات، والدليل ما شهده من استثمارات خارجية متنوعة في مصر في المرحلة الأخيرة. تجمع مصر والجزائر علاقات وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ، حيث شهد تاريخ الدولتين دعما غير مسبوق ومساندة في الشدائد بشكل كبير. وشهدت العلاقات السياسية المصرية الجزائرية تحسنا كبيرا عقب ثورة يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، والذي اختار الجزائر لتكون وجهته الأولى بعد انتخابه. يحكم العلاقات المصرية الجزائرية إرث تاريخي من الدعم والمساندة المتبادلة، فقد ساندت مصر الجزائر في ثورتها العظيمة للتحرر من الاستعمار الفرنسي في عام 1954، وقد تعرضت مصر لعدوان ثلاثي
فرنسي إسرائيلي بريطاني عام 1956 بسبب موقفها المساند لثورة الجزائر. ولم ينس الشعب الجزائري أبداً أن مساندة مصر لثورته قد تواصلت بعد العدوان إلى أن حصل على استقلاله الذي دفع فيه ثمناً باهظاً من دماء أبنائه تجاوز 1,000,000 شهيد. وفي المقابل لم ينس الشعب المصري أبداً للجزائر وشعبها والرئيس آنذاك هواري بوميديان وقفته العظيمة الداعمة لمصر سياسياً ومادياً عقب 67، وهو الدعم الذي استمر بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر وتواصل حتى حرب 73 والتي شاركت فيها قوات جزائرية. وكانت الجزائر ثاني دولة من حيث الدعم خلال حرب 73، فشاركت على الجبهة المصرية بفيلقها المدرع الثامن للمشاة الميكانيكية. وترتبط مصر والجزائر بمساحة كبيرة جدا من المصالح المشتركة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكانت الجزائر هي أول دولة يزورها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن جاء إلى الحكم بعد انتخابه في يونيو في عام 2014، الأمر الذي أدى إلى حدوث تطور إيجابي كبير في علاقات البلدين. وفي إطار التشاور المستمر يحرص البلدان على دفع مسار العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة ومتابعة كافة قضايا الأمة العربية والتطورات الجارية على الساحتين العربية والأفريقية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في العراق وسوريا واليمن، والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي في الدائرة العربية والإسلامية والأفريقية. كما تعطي الدولتان أهمية بالغة مواجهة الجماعات الإرهابية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، علاوة على التنسيق المشترك فيما يتعلق بالتحرك سواء على المستوى العربي أو الإفريقي. سطر عام 2022 أحداثا وفعاليات فارقة في تاريخ العلاقات المصرية الجزائرية، حيث شهدت زخما جديدا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية. كما كان عام 2022 حافلا بتبادل الزيارات الثنائية الهامة بين البلدين الشقيقين ليشكل انطلاقا جديدا للعلاقات نحو آفاق أرحب وأشمل. سطر عام 2022 أحداثا وفعاليات فارقة في تاريخ العلاقات المصرية الجزائرية، وشهد هذا العام زخما جديدا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية وأيضا الثقافية والرياضية، يضاف لحجم العلاقات الثنائية التي تضرب بجذورها أعماق التاريخ. فعلى الصعيد السياسي شهد مطلع العام زيارة مهمة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة في 24 و25 من يناير. تلك الزيارة حملت دلالات عديدة أهمها الرغبة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وصولاً إلى مشاركة حقيقية. فمنذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر في عام 2014 شهدت العلاقات المصرية الجزائرية دفعاً كبيراً، حيث اختارت الجزائر لتكون وجهته الخارجية الأولى بعد انتخابه. كما ثمنت الرئاسة الجزائرية زيارة تبون للقاهرة وصفة إياها بأنها زيارة عمل وأخوة وتشكل فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين. واتفق الرئيسان المصري والجزائري خلال هذه الزيارة على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات. كما أعرب الرئيسان المصري والجزائري عن حرصهما على مواصلة العمل على زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. ووجه الرئيسان بتكثيف التنسيق خلال الفترة المقبلة لتفعيل آليات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية. وفي مارس تشكل مجلس رجال الأعمال المصري الجزائري في إطار الحرص على تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي بين البلدين. أما في 29 و30 من يونيو انعقدت اللجنة المشتركة العليا برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، وهي أول اجتماع للجنة مشتركة عليا تباشرها الجزائر منذ بدء جائحة كورونا. أما على صعيد الفعاليات الرياضية، شاركت مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت بوهران في الفترة ما بين 25 من يونيو والخامس من يوليو بأكبر بعثة رياضية في هذه الدورة. وعلى صعيد الفعاليات الثقافية أحيت الأوركسترا السيمفونية المصرية حفلا كبيرا
في المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية في نسخته 12 المنعقد بدار الأوبرا بالجزائر خلال الفترة من 15 إلى 20 من أكتوبر. وبهذا كان عام 2022 حافلاً بالعديد من الفعاليات وتبادل الزيارات الثنائية الهامة بين البلدين الشقيقين ليشكل انطلاقة جديدة للعلاقات نحو آفاق أرحب وأشمل. تجمع مصر والجزائر علاقات اقتصادية قوية واستثمارات مشتركة لينعكس ذلك في حجم التبادل التجاري الذي ارتفع بنسبة 21.5% خلال 2023. ودعمت مصر والجزائر علاقاتهما التجارية ليقترب حجم المبادلات بينهما إلى عتبة المليار دولار للمرة الأولى عام 2023. علاقات اقتصادية قوية واستثمارات مشتركة تجمع مصر بشقيقتها الجزائر لينعكس ذلك على حجم التبادل التجاري الذي ارتفع بنسبة 21.5% خلال عام 2023. وعززت مصر والجزائر علاقاتهما التجارية ليقترب حجم المبادلات بينهما إلى عتبة المليار دولار للمرة الأولى خلال عام 2023. وتتمثل أغلب الصادرات المصرية للجزائر في المنتجات نصف المصنعة والمواد الأولية، بينما يعد الغاز السائل بأنواعه من أهم الواردات الجزائرية لمصر، حيث بلغت تلك الواردات نحو 71.5 مليون دولار، أي ما يمثل 95% من إجمالي الواردات ككل خلال تلك الفترة. تأتي الجزائر في المرتبة 50 من حيث الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، ويبلغ عدد الشركات الجزائرية العاملة في مصر ما يقارب 60 شركة برأس مال مصدر 112 مليون دولار، بينما تبلغ نسبة مساهمة الجنسية الجزائرية نحو 51 مليون دولار. وتتنوع الأنشطة الاقتصادية للشركات الجزائرية العاملة في مصر بين قطاعات صناعية وخدمية وزراعية وتكنولوجيا المعلومات. وتضم الجزائر 25 مشروعا مصريا في قطاعات البتروكيماويات والاتصال والكابلات الكهربائية والإنشاءات والأشغال العمومية والخدمات والزراعة. وتأمل مصر والجزائر أن يلعب مجلس الأعمال المصري الجزائري دورا في فتح أسواق وتنفيذ مشروعات مشتركة في كل المجالات، حيث تعهدت الجزائر برفع صادراتها إلى مصر من البوتاجاز بنسبة 50% ليبلغ 1.5 مليون طن سنويا. وفي يناير 2022 خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمصر، اتفق الطرفان على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة العليا بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما وتفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات، وأكد حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء وزيادة معدلات التبادل التجاري وتحسين أداء الاقتصاد. ترتبط مصر والجزائر بمساحة كبيرة من المصالح المشتركة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي إطار التشاور المستمر، يحرص البلدان على دفع مسار العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة ومتابعة كافة قضايا الأمة العربية والتطورات الجارية على الساحتين العربية والأفريقية. المزيد لدى الزميلة سارة نجيب. أهلا بحضراتكم.
تجمع مصر والجزائر علاقات وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد في عام 2014 شهدت العلاقات المصرية الجزائرية دفعا كبيرا، حيث اختار الرئيس السيسي الجزائر لتكون وجهته الخارجية الأولى بعد انتخابه، وهو ما انعكس إيجابا على العلاقات بين البلدين. وترتبط مصر والجزائر بمساحة كبيرة من المصالح المشتركة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. شهدت العلاقات تحسنا كبيرا بعد ثورة 30 من يونيو، بفضل اشتراك مصر والجزائر في منظور سياسي واحد وتطابق الرؤى بين البلدين في ملفات المنطقة. يحرص البلدان على دفع مسار العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، ومتابعة كافة قضايا الأمة العربية والتطورات الجارية على الساحتين العربية والإفريقية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في العراق وسوريا واليمن، والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي في الدائرة العربية والإسلامية والإفريقية. توجد بين مصر والجزائر أيضا علاقات اقتصادية قوية تشمل استثمارات مشتركة بين البلدين، مع إعلان مصر استعدادها للتعاون مع الجزائر في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لا سيما في ظل إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عام 2022 عاما للاقتصاد في الجزائر، وتأكيده توافق الرؤى بين مسؤولي الحكومتين في مصر والجزائر لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة التالية. أما فيما يخص حجم التبادل التجاري بين البلدين، فشهد ارتفاع بنسبة 21.5% خلال العام 2023، ليقترب حجم المبادلات إلى عتبة $1 مليار للمرة الأولى. كما يحرص البلدان على زيادة حركة التبادل السياحي بينهما، خاصة مع الارتفاع القياسي المسجل في عدد السياح الجزائريين إلى مصر خلال العام 2018، حيث يتم تسيير 11 رحلة طيران أسبوعيا بين البلدين، وتعد مدينة شرم الشيخ مقصدا مفضلا للسياح الجزائريين. وتعمل القاهرة والجزائر كذلك على زيادة التعاون البحري بينهما، بالإضافة إلى تونس، حيث يلعب قطاع النقل البحري دورا مهما في تنمية حركة التجارة بين البلدين وزيادة حجم الصادرات. وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين تتعلق بتفعيل أطر التعاون في مجال النقل البحري. لم ينسى الشعب الجزائري أن مساندة مصر لثورته تواصلت حتى حصل على استقلاله، وفي المقابل لم ينسى الشعب المصري لشقيقه الجزائري وقوته العظيمة الداعمة لمصر سياسيا وماديا حتى حرب أكتوبر 73، حيث كانت الجزائر ثاني دولة من حيث الدعم لمصر خلال الحرب، وهو الدعم الذي يتواصل حتى الآن، خاصة وأن العلاقات بين مصر والجزائر تعد نموذجا في العلاقات الدولية والثنائية الناجحة بين الدول. مشاهدينا، ختام متابعتنا لوقائع زيارة الرئيس إلى مصر ومؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. إلى اللقاء.